ذلك أخي الكريم، ينبغي أن تكون صريحا مع نفسك وأن تحاسب نفسك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ستنزل إلى تلك الحفرة، وهي حفرة مظلمة، كيف ستكون أخي الكريم؟ إذا قيل لك خذوه فخذ، ثم الجحيم صلوا. والله لن ينفعك شيء يا أخي الكريم.